നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇലാഹ ഹളറത്തി ഹബീബിൻ അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫാത്തിഹ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهت والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوص في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر متخر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى سدر العلا نور الهدى كوف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاشمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين من نبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيرتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى تخير قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. أوصل اللهم صواب ما قرأناه من القرآن العظيم هدية منا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تهدمنا رؤيته وأوردنا حوله المورود وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات ساداتنا الكرام أصحاب البدريين والوحديين وبقية الصحابة والصحابيات كلهم أجمعين.
وإلى حضرات النجباء والنخباء والفضلاء والكرماء والأتقياء والأذكياء والأوتاد والأبدان والأغياس والمحققين والمفسرين والمحدثين، خصوصا إلى حضرة شيخنا وسلطان وسندنا سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره النزير، اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة لا كراماتهم، اللهم أعلي درجاتهم في الجنة وأفض علينا من فيوضاتهم في الدارين، اللهم بحقهم وبجائهم يسر عسيرنا، اللهم يسر عسيرنا وسخر أمورنا وقض هوائجنا واستر عيوبنا واشفي أمراضنا وأمراض مرضانا، اللهم اشفي أمراضنا وأمراض مشايخنا وأمراض أساتيذنا وأمراض تلاميذنا وأمراض والدينا وأمراض أزواجنا وأمراض ذرياتنا وأمراض من نعانونا وأمراض من نوصانا بالدعاء، الله لي يا الباطنية يا شافي الأمراض، اللهم سلمنا وإياهم من نافات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين، اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلال، اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين، اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وشفيع محمد، أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرات من ماتوا منا خصوصا من نويناهم، اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار السلام مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.